بسم الله الرحمن الرحيم. شركة مكة سمارت للتدريب بمصر هي شركة استثمارية، وهي إحدى شركات مبادرة نمى العالمية. والتدريب هنا المراد منه التعليم الحديث، وخاصة طبعا سنبدأ في مركز أبو حماد لتوطين الوظائف وفتح فرص العمل فهناك دراسة اللي هي دوام، فلا بد أن هذه الدراسة تأخذ مداها، وممكن الدراسة تتحقق في 6 أشهر. نريد أن نعرف أكثر عن الترع والماء والآبار القديمة، وأيضا جغرافية المنطقة، أقصد مركز أبو حماد، ونهتم في مثل القرين ومثل مركز أبو حماد أو مسجد أبو حماد الكبير والآبار. نريد أن نحصر كمية مياه الشرب التي من الآبار وتاريخ الآبار. هل هناك بئر موجود من 1000 سنة أو أكثر؟ لأن هذه الآبار ثروة، كانت الحضارة الإسلامية يعني أول ما بدأت في أبو حماد عند الفتح الإسلامي زمن عمرو بن العاص، وحتى يقال أن المسجد الكبير والبئر هناك يعني كان هناك البداية، كانت هناك وعند مركز أبو حماد، فهناك مزارات ومن أتى عند الفتوحات الإسلامية لابد أنه أكثر من 1200 سنة. فبدأت المنطقة لها تاريخ قديم، وقد يكون بداية مع الفتح الإسلامي، أو يعني بلاش فتح، انتقال المسلمين إلى هذه المنطقة، وقد يكون في زمن في 100 الأولى من الهجرة. سكن الناس وعاشوا، والناس كانت لا تسكن عند الأنهار، يعني عند النهر، إنما يسكن بعيد عن النهر لأن ماء النهر ليس جيد للشرب، فهناك أكيد مياه جيدة للشرب. الناس يحتاجون الماء للشرب، وأما شرب البهائم والكذا ففي الرعي. فنريد أن ندرس المنطقة قبل 100 سنة مثلا، نريد أن نعرف كيف كان الناس عايشين، وكيف كانت المزارع التي تنتج أكثر من 1 مليون طن من القمح والشعير، كيف كانت ولماذا قل الإنتاج، وهل كان الإنتاج أكثر، وكما هو مبين أنه تقريبا 7% الآن حاليا من سكان في المنطقة الشرقية من سكان طبعا مصر، ومركز أبو حماد في قلب المنطقة الشرقية. الدراسة قد تستمر 6 أشهر، بس دراسة قيمة، وطبعا نحن مهتمين في إنتاج الماء من الهواء بدون
ماء ولا كهرباء. فهذه الدراسة ستكون لهذا المشروع. وبعد الدراسة المتوقع أنه يزيد الإنتاج، إنتاج القمح والشعير إلى 5 أضعاف بإذن الله. وطبعا هناك التعليم الحديث للطاقة الشمسية وهي طاقة المستقبل، يعني ممكن توضع خطة إنه بعد 20 سنة مركز أبو حماد يستغني عن استخدام البترول، يعني خطة 20 أو في 20 سنة بإذن الله، يعني 1464 هجرية تعود القرى لما كانت عليه قبل البترول. أكتفي بهذا القدر وشكراً.